تسعات يسلن سيثرة المس فاوت نفذو اسيزو لقوميس أسلوين تمورث عبد المجيد تبون إفد غفوس قمون الحكومة وكنا ذا مسلين غفطس اللي شغال الدايون صيف نرحفة ثيسناث ومظل نلقازوس فدو غرام نويذ يضرورا ذي ثمس زجلف 23 ذي التوجة أزول مرة في الأول في اللي كنت غارت فاصل قوميس النستا أسلوي نتمورث نلجير عبد المجيد تبوني فد غف وسقامون الحكومة وكنا ذي مسلين غف عند قضن لشغال نطرق رمانيث يوك ذي القانون للشيخ نلجماع ذوطاس اللي شغال نظن دي وكذ ولغو نتسلويث أنا غلاف الأمور انتذريمت العزيز فيدي نجمع ذي عقل أن الخزينة انتذريمت إيوكن ذسفدن استراتيجية الخدمان زجلف 24 ويند العزيز فايد ذاكن أنجمو عقنا ذوين أنجمو عقيا سيس من زجلف 24 ذوين أرادي فقنن ثامو غليان تيكليو نتنغلف انتذريمت يرنا يساد من بعد إن جمعان يمخلف يكو اتنغلفين أنا غلف نتجارة طيب الزيتوني غيفد تصبح حيث قوساقي غفل داي أونسيف نرحفا ثيسنا ثم ظل ذوق صفاروش في نلقازوز راي كملن ألما سبعة فرار ذي زقال لصفاكس لا نسمح بارتفاعات فجائية غير مبررة. احنا أبواب الوزارة مفتوحة، أبواب الجمعية والشعبة مفتوحة باش أن نحل نقاش إذا كان فيه رفع للأسعار نتفق عليه جميعا ويرافق قدرة شرائية للمواطن. تغتنم الفرصة لمرحلة ما أو شهر ما يعني وتطلع في الأسعار هذه ما نقبلاش، ورايح إن شاء الله نضرب بيد من حديد على كل من يريد أن يخلق فوضى ويغتنم فرصة. وخلونا نقول بأن المضاربة ليست فقط أنك تخبي مواد، المضاربة أنك عندما تلحق فرصة للمواطن باش يستهلك مادة وتخبيها عليه ولا تطلع له في الأسعار كذلك نقدروا نطبقوا عليه قوانين المضاربة. بارك الله فيك. سي ثمان سن ويدي تسكين ذي راح فياكي ولا انت تونيت إيواكن أتزيكنن إيسو فارنسن. On est producteur de palettes en plastique. C'est un produit qui est très très utilisé pour tout ce qui est pour les dépôts. Donc voilà, اليوم جينا باش نشاركوا في الطبعه هذه تاع بيفال كي تري تري انتريسونت اي سي بور بروموفوار سي فو فولي ان تي بو لو برودوي الجيريان. هي شركه مختصه في كل المواد المستخلصه من التمر، بما ذلك بما في ذلك مستخلص التمر اكستري دي دات وعسل التمر. عندنا بليزي برودوي ثاني، ماشي شغل ما ماشي مختصين برك في التمر، عندنا شغل عندنا راح عندنا لي برودوي اخرين كيما دبس دبس الرمان. بون حنايا سي اون انتربريز دو فابريكاسيون دو ماتيريال بور لا ريستوراسيون بور لا سونتي، نديرو لا سونتي اوسي بون بور لاغرو اليمونتير اون جينيرال. بون اوني بازي سور ازازكا، دونك عندنا لوزين راهي في ازازكا في تيزي وزو، ولايه دو تيزي وزو. Donc on est venu participer avec des produits locaux 100% algériens. C'est Mida, j'ai fait Blida, début 2023. Où j'ai comme produit, j'ai sherbet, qui est sirop fait 5 goûts. J'ai le zitoun de noyau grillé, piquant ou la normal, ou qui est tapenade, huile d'olive ou la beljouz. يوكذا دون غلاف نصاد ذي الميناث محمد عرقاب ذاكن الحكومة تتهجي استراتيجية ثمينوث استغزي نوس قوس نزو جلاف أو 35 ويناد ذاغن إسوي نالحكومة ذوين رياوضا غاروس فتيا نومن يولد وزقن ميجاوات نتريسيتيا قسياجي غاروس قوس نزو جلاف أو 35 أثبر حد الذوق لأن البنك هي تكوبانين أنت دريم تدقيون ولغو ذاكن أمنع نورسي البافار ذي المرسى من الماروك مازاليث يتكمل وأين يزلن ذيك غمسة نتمور ذاكي تشيكركس.
يفدون غلاف نت مريث يكو ذص نعا ثقفورث مختار ديدوش غاف فرق نث 18 ورزن نتم زيزلت نواهيل أكذوذ نت مريث يكو ثيكثي نت مريث أثبر حدثنا غلاف نت مريث ذاكن الجزائر رسكيا ذك 8349 نلبورسا نو ماضال إث مريث ذي ثمورثن ليطاليا بيتيا ميلون أرد يلين سكواساكيا ألما ذ 6 ذكوا كوراكينا فيفريا غاساكن أتصل صناف نوت كوريا سيديكش من ثامورثنا غا ذاشو السوما نوت كوريا يتسوخذ من مازاليث ذوين ونار صورا ولاش وين يتغن نغ وين يزنوزن لا والو والله غير كلش غالي كارثه بصح بعدك كما مازال كيف والله جبر بيزاد قال لك راب طاح وزاد زاد هاج السوق يا خويا راني نشوفوا فيه النار تشعل ما نقدروا نشرو ما قدرنا نديروا حتى حاجه راه زاد طلع السوق ديريكت ما نعرف يقول لك ساوموا 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 ما فهمناش شكون اللي ساومهم راهم يديروا سوم وحدهم حد الان مازال ما عرفناش شكون اللي راه يساوم حنا رانا غير ندورو هاك تشوف ما لقينا كيف نشرو الغلان تمرت سين يطفن حريش إيفازن ذي جران تمورث النغ سوق سوفاغ ينس غار الفراني لاذغا ذي ثالثة كينا الثاني قاروث ذوين يسعى نزل مقرم ذي تجارة إزيادة نتفاصيل يوك سيليا عفرون فيني نغت سمر ذي الغلان يسيث مشاع ثمورث نلزير وثطف مضيق مقران ذي السوقي رغلان ذو مضال سومثا الاذغان ذك سقوس نقير إين قورا ثبض غر وزال 75 تمورا ذي أربعان تغمار ندوني ثدنا في يرسنت فرنسا ذي الألمان ذي كندا ذي ماريكان واللوي مازال ديلي ذك سقوس نجوجلاف 24 السفر نتسمر للزيار ذو نقنوعان يمي الدقس الصناف إسيث مشاع أمذيا دقلة نور النفاخة الجزية الغارس الصناف النظانتة على حساب إم ذبران التجارة ذاك نيتو جردن وزال 250 مليون دولار نغلا نتمر إزاجو ثمورث ناغر ثمورا نالفراني أياقيا يلاد سوسنرني غمزاجوني الحقن غر وزال 356 الغلا نتسمارات قيمة سان ذلي مارا سيث ميوسان وسيث مشاع ثمورثنا وفوذن دولا سيمالي تسكميل ذو قرز نتقنا فين يفلحن ذو ذي فدن غاري مدع نتزدين نتسمار متفكين نتساولا في لقان يوسناني بوحريش نتذمسا ذي ثمورثنا نروح الولاية نفقي ثندادي للولين الولاية كمال الدين كربوش ذي نفقين راديو الصمام ثاصف حيث قوساقيا إديو غالن غافون غمو ذي إثن قارو ثاقنا ذوين دينان إفاز أسوى تصوى يعدان ثيليسا Que cette année, alhamdoulilah, on a bon, entre guillemets, on a battu le record. Oui. On est arrivé à la consommation de crédit plus de 13 milliards de dinars. L'année dernière, on était à 9 milliards. Cette année, on est arrivé à 13 milliards de dinars. Yani vraiment, on a, yani une bonne, yani vraiment, yani que notre vie, les choses, alhamdoulilah, les tâches, et que les projets sont lancés. Tous les projets, on ne peut pas dire, yani, oui. faire alors que notre vie, déchirer l'année école. Les projets sont inscrits pour 2024. C'est plusieurs projets, je me rappelle, presque 900 milliards. 900 milliards de centimes de projets qui sont inscrits pour ces 57 ans, Inch'Allah. أنكمل ذي فقاية ثيلة دوغرا من مزداغ يضروران ذي ثمس نسكوس إعدان ذي إثغيوان تنتوجا إزيادة نتفاصيل يوك أذم زهور عربية بعد جاجي حنا تمس يتشان تيزقين تغيوان تنتوجا يمضبران دوي ذي طفان ذي قوة والنسن غار من دوي ذي ضروران ذي ثواغيثك فورستيك لانجينيرال ونا بيردو بوكو على كل حال Mais, alhamdoulilah, ce sont les opérations, les indemnisations de l'État pour les citoyens qui sont touchés à Saint-Obzar, très bien. C'est déjà le dernier moment, il y a des, concernant l'électroménager, ils ont remboursé aux citoyens qui l'ont inscrit sur les dossiers. إميان دي لان وجاروز نويدي ضروران صغور مضبران الولاية سلوين تغيوانت نتوجع يوالاد سلحسافاتين قولان نويدي دي سفايدين دي الغرامة يك
quota en capra, c'était 75 têtes distribuées sur 600. 75 sur 600, ils vont donc indemniser 600 têtes. Il y a 18 les citoyens qui ont bénéficié de l'opération Wesni El-Khamis, c'était la journée le début. L'int est allé l'armée Khadmin, la suite de l'opération sur donc 42 têtes qui ont été distribuées, sur 64, 42 têtes bovines, bien sûr. لقديش نو غرام من ويد تسيدين ضروران سجاجي حنة تمسي جلان سوزيزاو دو قران دي ثمانة توجان تسيني ريك ملن دقو ساني دي تدون لقديش غسو لما يعطل اين دين مشا يفتولا ولا ولاش الماضي ثرفح ثني فريقيا قودا ثرفح ثان قاروث اريع الدين غير وحريش وقبل انت قران تقبوش انت فريق تنزوج الاف 24 ثرفح سثيثي وين البيلانتيان زث الكاب فير ثرفح ان الكوت ديفوار ثرفح زث انت ربحت انماليا السينيس وين غير يون غشوة كان لحقد غير ثقراء وغميس السيناكين دولي مثليح على أن تقنوث يك أضوار في قناغ الربح ميسوم السيناكين دولي إن في غميس الشرف محمد أمين وقيا ذعقل نت ذوكلا يزحر في غف الكرا نت كورياس تديرك في سقسين ديلو السلام عليكم مشاهدينا الكرام واهلا بكم الى موعد النشره الجويه. اذا ضغط جوي مرتفع يمتد حاليا من الجهه الشماليه نحو القاره الاوروبيه يشمل البرتغال اسبانيا فرنسا حتى المانيا وحتى جنوب جزر بريطانيا. هذا المرتفع الجوي بقيمه حوالي 1030 ملي بار اذا سيتسبب ان شاء الله في اجواء صافيه مشمسه تقريبا كل المدن الشماليه حتى بنسبه للجنوب، بينما ستظهر بعض السحب بالنسبه لمنطقه الجنوب الغربي وتحديدا بمنطقه تندوف. السحب في بعض الاحيان كثيفه ولكن محليا. درجه الحراره القصوى خلال الصباح تبقى منخفضه بالمدن الداخليه وحتى بالمرتفعات، وين ننتظر درجتين وسبع درجات على معظم المدن الداخليه، درجتين بالنسبه لمرتفعات الغوات حتى بجرفه، اذا لاحظ جو بارد بالنسبه لهذه المدن، 8 درجات و 12 درجه حيسجلوها انطلاقا من تيميمون اضرار رقان عين صالح وعين قزام، 3 درجات فقط ستسجل بمرتفعات جانيت. اما بالنسبه للظاهره ان شاء الله الجو لا شيء جديد نذكر، نبقى دائما نسجل ضغط جوي مرتفع بالنسبه للمدن الشماليه، فعليه سنسجل جو مشمس تماما تقريبا كل المدن الشماليه نفس الوضع، يعني ما كانش تغيير كثير بالنسبه لحاله السماء، جو مشمس تقريبا كل ارجاء الوطن. درجة الحرارة القصوى هي الأخرى تبقى معتدلة خاصة في المدن الساحلية، وننتظر حرارة ما بين 18 درجة و 23 درجة، نعم على تقريبا كل المدن الشمالية، 23 درجة بالنسبة للعاصمة بجاية بومرداس، 23 درجة أيضا ستسجل بشرشال، هذا بالنسبة للمناطق الوسطى، 20 درجة بالنسبة للخط الرابط ما بين مستغنم إلى غاية وهران وبنيصة، نفس المقياس بالنسبة لخط الرابط ما بين جيجل سكيكدا وعنبة. بالجنوب الجزائري 16 درجة ستسجل 16 درجة و 16 درجة ستسجل على خط الرابط ما بين بشار وتندوف، 24 درجة بالنسبة لعين صالح وحتى بعين قزام. الملاحة والسيل البحري جو مشمس تماما، بحر هادي، رياح ضعيفة مرتقبة تقريبا من طول الشريط الساحلي، الظروف جيدة لممارسة الملاحة والصيد البحري. يلا نطوي النشرة الجوية كالمعتاد مشاهدينا الكرام، كالمعتاد بالمعلومات الفلكية والتوقيت نسب كالعادة العاصمة ودواحيها. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، نقول لكم بقاو معنا أوقات ممتعة مع بقية البرامج على الاقتصادية الأولى، وسلام.